برحب بيك مرة تانية يا كابتن هيثم. طبعا والتحية موصولة للكابتن داليا عرابي وكابتن محمد سلعوي وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. زي ما أنت قلت واحدة من نجوم يعني لقاء النهاردة وتحديدا في الكورت الرابع كابتن نهى شتا، نرحب بيك على شاشة قناة نادي الأهلي. مباراة الحقيقة كانت كبيرة جدا، نادي الجزيرة يمكن سبورتنج والأهلي والجزيرة هم أقوى ثلاث فرق في الدور ده، شفنا أداء كبير جدا من نادي الأهلي، ولكن الحقيقة شايفين انه برضو كابتن طارق غير راضي، انتوا غير راضيين على اداء، رايك ايه في مباراه النهارده؟ والله مباراه كانت صعبه، يعني نادي الجزيره السنه دي عاملين موسم قوي قوي بصراحه. احنا في حاجات فعلا احنا مش راضيين عن نفسنا فيها في الناحيتين اوفنس وديفنس، فكابتن طارق اتكلم معانا فيها حتى في نص الماتش وبعد الماتش، فاحنا شغالين على ان احنا نصلح مشاكلنا. يعني كان في مشاكل كتيره ان احنا مش بنتواصل مع بعض في الديفنس بالذات، فده اللي ادى ان في كور سهله بتيجي كتير، في لعب مش ملاحقين ان احنا ندافع صح، في كور سهله المفروض ان احنا نعرف ندافع عليها زي العادي، بس النهارده ما كناش على تواصل مع بعض من الاول صح، بس الحمد لله قدرنا ان احنا في الاخر يعني ان احنا نظبط شويه مشاكلنا، نتكلم مع بعض وكابتن طارق اتكلم معانا، فالحمد لله يعني عرفنا ان احنا نظبط شويه، وطبعا هنشتغل على الاخطاء بكره وبعده يعني عشان ماتش يوم السبت الجاي ان شاء الله. التحضير النهارده للمباراه يمكن كان في فتره تحضير يمكن حوالي 4 ايام او 3 ايام سبقت مباراه النهارده الجزيره. لو هنتكلم عن التحضيرات اللي سبقت النهارده واهم الانستراكشنز اللي كان كابتن طارق قايلها لكم قبل مباراه اليوم. والله اهم الانستراكشنز هي كانت في الديفنس، حاجات معينه على لعيبه معينه كي بلايرز عندهم، ازاي نوقفهم، ازاي لو الكوره نزلت تحت مثلا لرضوى سالم نوقفها المحترفه بندافع عليها ازاي، في السكرين لما بيجي لها سكرين من حد تاني من فرقتها بنقفل عليها ازاي، والروتيشن وهكذا يعني. فده كانت بصراحه اهم حاجه كان يعني كنا مركزين عليها الفتره اللي فاتت هي الديفنس سبيسيفيكلي. وطبعا في حاجات في الاوفنس اشتغلنا عليها، خطط معينه في وجود المحترفه بتاعتها وعدم وجودها لما بتبقى جوه بنلعب بيها ازاي، بنستغل قوتها ازاي وكده يعني، فكلها تعليمات ليها علاقه معينه بناس في فرقتهم معينه وعندنا برضو في نفس الوقت. نهى كان ليكي مجهود كبير قوي النهارده خصوصا في الكوارت الرابع، يمكن كابتن طارق اكيد كان ليه كومنتس على اللي حصل النهارده تحديدا على ادائك في الكوارت الرابع، قال لك ايه بقى النهارده؟ والله كورتر الربع كان بدني قوي، كان فيزيكال يعني، انا ورضوى سالم احنا حبايب طبعا بره الملعب، في الملعب كل كوره بنبقى قافشين فيها مع بعض، فيمكن ده الكومنت يعني ان كابتن طارق برده قال لي اهدى شويه في الكور عشان ما اتعصبش، وكان بيشجعني عامه. وفي الديفنس برده كان عندي انا كام غلطه محتاجه اشتغل عليها بالذات في السكريم مع المحترفه، ان انا في كوره هي شاطت من قدامي، الاخطاء عامه يعني. المرحله اللي جايه سموحه وسبورتنج في تغييرات في المواعيد بتاعه الماتشات، تغييرات كمان في مواعيد التدريب، يعني شايفه المرحله اللي جايه ازاي خاصه يعني في مباراه سبورتنج هتكون في اسكندريه، فشايفه المرحله اللي جايه ازاي؟ والله احنا شغالين زي ما احنا، طبعا رمضان كريم يعني الأسرة نادي الاهلي كلها، رمضان بيبقى مختلف، احنا هنأجز اول يوم رمضان بس وتاني يوم هنرجع على طول تمارين، بنتمرن بعد الفطار، بس احنا متعودين يعني احنا بقالنا سيزونين معسكرين في رمضان تقريبا نصه، فاحنا ماشيين زي ما احنا، تمارين هي هي، بدني هو هو، فان شاء الله يعني مفيش حاجه هتأثر علينا. كابتن نهى الف مبروك مره ثانيه، نورتينا وشرفتينا على شاشه قناه نادي الاهلي. الله يبارك فيكي، شكرا جدا، مع السلامه. ده كان لقائنا طبعا مع واحدة من نجوم مباراة اليوم، طبعا كابتن نهى شتا، لسه مستمرين معاك يا كابتن هيثم في لقاءاتنا من داخل طبعا صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، عقب طبعا انتصار النادي الأهلي على الجزيرة بنتيجة 77-65.